معايا الفولار ولا الشال. اليوم الشال التركي شي حاجه ديال القطن وكبير رمضان شال دوزيام ديال لاسوا. شوفوا معايا اللي تيدير 100 درهم اليوم فاش حتى هو في الشده. نحلوا ليهم واحد موديل هذا شال كبير ديال تركيا. شوفوا الشده اللي درت له انا الاناخه. هذا لا كلاس يا لاله على هذا الفولار غزال. راه التصوير ما عطيش حقه. ديال الكريب شوفوا معايا شي حاجه طوب اللي كان 100 درهم ولا رد الحرير. شوفوا معايا هذا اللون فيه لوينات تيحمق. شوفوا اللوينات اللي فيه المداخل في الفولار ديال الخيط والحرير. شوفوا معايا اللوينات واللي كان ب 130 اليوم في الفولار. شوفوا معايا الليكرا هذا هو اللي دخل فيها. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لبستكم تكاشط وجلالب والقفاطن وزدت لكم البارح لباس المحجبات واليوم ان شاء الله الفولار. بزاف د البنات كيقولوا لي لطيفه بغينا الفولار نتوما غير امر وانا نفد. مرحبا والف مرحبا واليوم جبتكم. رجعنا لعند اختي زينب المحل اللي كيتواجد في السوق النموذجي الفردوس في البرنوصي ونفاس معملين لي ساندويتش اللي كاينين راه معروفين هادو. شتو هادو راه معروفين هنايا في البرنوصي ونفاس مع المسجد القدس ولا الفردوس عفوا. هو كيبقى هنا كيبقى مسجد الفردوس ها نتوما شتو. ونفاس معنا هاد لي سناك هادو ولا هاد البلاصه اللي كيبيعوا فيها لي ساندويتش والسوق النموذجي الفردوس. هو هذا راه معروف، غير سولوا على السوق النموذجي الفردوس البرنوصي غينعتوه لكم. وزينب المحل ديالها هو هذا. غادي نوريكم ان شاء الله اليوم الجديد الموديلات، غنوريكم غير الجديد، غيكون واحد الفيديو خفيف ظريف على الجديد وما تبقى ما شاء الله اللي ورينا في الفيديوهات الاخرين راه كاين متوفر. كتحلي طيله الاسبوع من 11 ديال الصباح. كي دايره زينب؟ لاباس عليك بخير، امورك مزيان، عواشرك مبروكين. الله يبارك فيك باش ما تمنيتي، ومبروك على جميع المتتبعات. الله يحفظك لكم شهر بالصحه والسلامه ان شاء الله. يا ربي امين حنا وانت وجميع المسلمين. واليوم جيبنا الجديده لاله ان شاء الله. غادي نبداو لكم بليكرا، ولكن قبل ما نبداو نبداو كاملين بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باش كيف العاده نتوما تردوا علينا وتصليوا على النبي باش الله ناخذوا الاجر ديالكم، وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا. نبداو على بركه الله ويا بسم الله. زينب نبداو ان شاء الله، نبداو بليكرا والجديد فيها اللي هو هذا. رانا درت لكم الشده باش تشوفوا الشده ديال هذا الشال كيفاش كتجي. هذه من دابا هذا ليكرا حتى هو تيتسمى بيزيستراس. فليزيستراس هكا خفاف، انا شديتها لكم هكا بهذه الشده. هذا موديل جديد وعندنا فيه بزاف ديال اللوينات. حلينا زينب باش يشوفوا العرض ديال الشال. تبارك الله فيها الطول وفيها العرض. شفتوا انا غندخل تما لعندك باش يبان لهم. ها نتوما العرض ديال الشال وجابيه لي زيستراس. ها نتوما لي زيستراس جاو خفاف يبغى كيف ما درنا لكم هنايا في الشده. شفتوا ها هو هما كيجيو حلوين لانهم جاو خفاف ما جاوش خفاف. المهم انت كيبقى لك الشده ديري اللي بغيتي. نشوفوا اللوينات اللي فيه زينب. عندنا فيه داك المرتدي اللي لبسناه وعندنا فيه هاد الباج هذا. فيه هاد الباج كاين هذا اللون هذا بحال الخضيضر مفتوح. ايه كاين قصبي كاين الكري الكري فاتح كاين بلوجين كاين الكاميل كاين الموف وكاين الباج في دوغري ديالو. هذا سومو هذا شي باج الباج درجات ايه بلون كاسي. وكاين الباج واحد كلاغ واحد فرونسالي. المرتدي هي هذه اللي من البوصه كاين نوار الاسود. والثمن 40 درهم. كاليتي غزاله هذه 40 درهم والكاليتي ديالو زوينه. راه عندنا لي شال شكرا زينب. عندنا لي شال ابتداء من 20 درهم. عندنا 20 درهم 30 درهم يعني كل واحد وعلى قد الجهد ديالو. تدير الارسال لجميع المدن ياك زينب. فين ما كنتي كتصيفط لك الشال ديالك ولا الفولار ديالك اللي بغيتيه. بالنسبه لهذا اختي لطيفه حتى توصلك الامانه عاد ديك الساعه خلصي ياك يعني الاداء عند الاستلام. الله يعطيك الصحه. ونشوفوا عاوتاني موديل اخر اللي نيته هو هذا داخل ليكرا. هذه تركيا هذه قليله في السوق يعني ما موجوداش قليله ديال تركيا. هذه ثوبها غزال هذه ثوبها واعر خطيره والله. الا بتجربتي انا الحاجه ملي كنجيبها
كنتيست انا الاول على راسي. قلتيها لي، قلتي لي، قلت لك هذيك الثوب ديالك، قلتي لي لا كوني هانيه جربتها. حاجه كنجيبها كنقيسها على راسي، وكنجيب حاجه بحال باغا نجيبها لنفسي. الله يعطيك الصحه، ان شاء الله تكون استمراريه. وحتى الا خديتي عند الناس بقاو تشكرونا بواحد الكلمه زوينه. الله يعطيك الصحه، تشكروا القناه العثمانيات لي. الله يحفظك زينب، الله يحفظك حتى زينب، من الناس الزوينين في الخدمه ديالها. وكتشكروها ليا، داكشي علاش كنفضل دائما نصور لكم معها الفولار. انتوما هي كاينه هذه كما قلت لكم ديال تركيا، شي حاجه نقيه وما دايعاش في السوق، غزاله مقطنه، يعني الحاجه ما كنجيبها حتى كنلبسها. لا هذه صدقوني يا البنات، الثوب ديالها غزال، يعني حطها وجهك كتشوفي فيها القطن. أيه. فهمتوا، هذه دابا ان شاء الله لهاد لا سيزون، يعني دابا ان شاء الله بدا كيسخن الحال، هذه زوينه يعني في البرد كتسخن، وفي الصيف مبرده كتمشي مع على الموسم، مقطنه ما يكونش داخل فيها النيل ولا البوليستير. شفتوا هذا الشال طوب، شفتوا العبار ديالو زينب، حلي لنا باش فهمتوا. هو اللي كيبغيو، هو اللي كيبغيو البنات اللي كيبغيو الشال واقفه، هذه راه كتجي واقفه. ديري على راسك زينب، راه كتجي واقفه، يعني ديك الشده ديال ما لبساتو لكم زينب، شفتوا يعني تيجي واقف شاد في راسو، واقف من هنايا. اللي كتبغي الشال يبقى واقف، لا كيبقى واقف. والثوب مقطن وزوين، ثوبو غزال ومبرد على الفن. وتا اللوينات فيه، فيه لوينات هاد، لوينات زويونين بحال هاد، مع كلشي بحال هاد اللوي اللي دايره زينب، بحال هاد الباج هذا ترابي، شوفوا بهاد فهاد الرماش هذا بالاسود مرخم هكا بالكحل، شوفوا اللوينات اللي فيه، اللوينات كلهم غزالين. عندنا فيه البوردو، كاين الموف، الموف ديالو فن، في جوج ديال الدرجات في الموف. ها انتم عندنا هذا وهذا الموف، هذا فاتح وهذا مغلوق، شوفوا معايا الاسود ديالو ملك الالوان. شوفوا النوار ديالو كيفاش غزال، هذيك حتى روميه وليبيه. شوفوا هاد اللوين شحال غزال، زوين بزاف. انا ديما كنقول الالوان اللي ما مفهوميش كيكونوا واعرين، واعرين الالوان اللي كيكونوا ما مفهوميش، ومعروفش سميت لونهم. شوفوا هاد اللوين هذا، هذا شنو هذا؟ دابا نقولوا كاكي، نقولوا بحال الكاكي، ياك بحال الكاكي. وفيه داك الرماش بالابيض ولا بالباج، كاكي ما شاء الله، لوينات كلهم غزالين. شوفوا شوفوا معايا هاد المنطقة تاع زوين، كاين البوردو فيه المارون، هانتوما اللوينات البيج، درجات المارول، بلوغوا، بلو مارين. شوفوا هاد الصومو اللي نتي دايره زينب، بلوغوا هذا هو، أيه. هذا اللي دايره انا. شفتوا وكاين المارول والموطار، موطار في لون اخر. انا نرجع لكم هنا باش تشوفوا اللوينات ديالهم كلهم تيحمقوا. الثمن ديال هذا زينب هادو دايرين 100 درهم، هذا 100 درهم ولكن الثوب ديالو واعر كما عارفين. دابا المشكل ديال الزياده في الاسعار، هادو ديال تركيا كيجيبو كنتقداوهم من تركيا، كيكون الشحن اللي زايد في الثمن واللي زايد. بالنسبه للفولار حنايا قلنا لكم كاين من 20 درهم، كل واحد على قد الجهد ديالو، ولكن المتابعات حتى اللي كيجيو عندك كيقولوا لك غير جيبي لنا الشال الزوين الغالي، كيبغيو الكاليتي، يعني كل واحد الله يسهل عليه. حنا كنرضيو جميع الاذواق وجميع الطبقات، اللي عنده واللي ما عندوش كل شيء يلبس، اللي عنده 20 درهم يلبس، واللي عنده 100 درهم يلبس، المهم هي الكاليتي. هذا 100 درهم بهاد اللوينات اللي تيحمق، نعاود نشد لكم باش ديروا حيت حمق لي نتوما، انا متاكده غيحمقكم. شوفوا اللون اللي بغيتوا باش ديروا له سكرين، داك اللوين علاش خزنتيه تما؟ ها انتم شفتوا، ديروا سكرين باش اللي بغات شي لون تواصل مع زين في الرقم ديالها، ونشوفوا موديل اخر زنوبه. ندوزو ان شاء الله الجديد اللي هما هاد الشيلان، هادو كلهم دابا غتشوفوهم شيلان، ياك اول شال هو هذا، كيف لبسناه لكم ها كيفاش تيجي. اعطينا حلي لنا واحد زينب، ها انتم الشال كيفاش تيجي. هذا هادو ماشي حرير، انما قلتي لي غادي الخيط، غادي الخيط ورقاق. شفتوا كيفاش داير هذا، ها لا ماتير ديالو كيفاش دايرين. هادو شيلان، هادو شيلان وخدموهم في الزواقات ديال الحرير، ديال الحرير اي، اللوينات والزواقات مخدومين في ديال الحرير، وكاليتي ديالهم زوينه، يعني كي تشوف الصيف زوينين مزانتين، الوان واعرين صيفيين، والثمن فيهم حتى هو واعر. قولوا دابا ولا خليتي نوريو النص ديال الموديل، قولي لهم باش يديروا لنا جيم بارطاج. هادو شيلان،
دايرين 50 درهم الباب. هادو 50 درهم دايرين فيهم، شوفوا عرفتوا الطبيعات اللي فيهم، بحال هادو اللي دايرين في ديال الحرير. بحال ديال الحرير شفتوا دابا هادو ديال الحرير، هانتوما دابا هادو ديال الحرير، الطبيعه ديالهم هما اللي دايرين في هاد الشيلان هادو. شفتوا عطينا اللوينات زينب، كاين هاد اللوين هذا تقريبا راه كيخدموا نفس مخدومين على نفس الزواقات ديال 180 درهم. ديال 180 درهم داروهم في هاد الزواقات، في اييه مكتوب زوين والثمن تا هو زوين 1000 ريال 50 درهم. وفيهم لوينات زوين بحال داك اللي لبسنا، شوفوا هذا اللي لبسنا يلاه اللي كنوريو اييه شفتوا هاد اللوين غزال. حلينا واحد اللون اخر زينب، هانتوما زينب اليوم تبقى طويلة تسخفيه. هانتوما هاد اللوين هذا تا هو الشال ديال 50 درهم في الزواقة ديال الحرير. هانتوما شوفوا هاد اللون تا هو في لوينات فنين، وكما قلنا الزواقات ديال الحرير هاد اللون هذا ما زعمتش. شتو العشاق الشيلان وي قلتي لي هادو الفولار ما فيهمش زينب؟ كاينين فولارات غير هما ما بانوش ليا شي زواقات زوينين، غنخليو ان شاء الله حتى السيمانه الاولى د رمضان ان شاء الله غادي ان شاء الله في السيمانه الاولى د رمضان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله يبلغنا رمضان نحن واياكم ان شاء الله بالخير والتيسير. غادي يكونوا ان شاء الله في الاول غيجيو الفولار، دابا كاين غير الشال. هانتوما شوفوا هاد الزواقه هادي، ديروا سكرين مثلا اللي عجبها شي لويان بحال دابا هادي تجي مع جليبه في داك الزيتي، تجي جليبه في الموف، تجي جليبه في المرتديله، تجي جليبه في البيج، اللوينات كلهم يتلبسوا معاه. شوفوا هاد اللون اخر لون اييه، شوفوا هاد اللوين هذا 50 درهم شال. عندنا الزواقه الثانيه اللي هي تجي على هاد الشكل هذا، حنا لبسناها لكم شفتوا ها هي، شوفوا كيفاش حتى هو في الشده. نحلوا لهم واحد نتوما شوفوا هاد هذا البلوغوا بالاصفر فيه اللوينات اييه كلهم ان شاء الله. شو هاد اللوين هذا كلشي عشاق الشال. هذا اللوين عاوتاني غزال ما شاء الله، شوفوا معايا 50 درهم. حنا تعمدنا اليوم نحلل لكم اللوينات كاملين حيت في البلاستيك ما تيبانوش، مهم زينب اليوم تبقى طوي النهار كامل. الله يعطيك الخير، الله يحفظك، الله يحفظك زينب. هذا يجي مع الكري بزاف، يجي مع الكري اييه، اي لون اي لون اي لون. ديروا سكرين توصل جميع المدن ان شاء الله، وما كتخلصي حتى كتطلق السليعه ديالك. هذا تا هو اللوين مفتوح، وقيله في حالي شفنا لا معاود لا لون ما بحال لون هذا ايوا هذاك بوحدو ما شاء الله ما شاء الله. شوفي هذاك اللون اللي تابعهم، انا هادو هما الالوان اللي تيحمقوني، هما هاد الالوان المغلوقه. شفتوا هذا لون رائع عاوتاني في شال 50 درهم. هانتوما هذا الموف. بالنسبه لزينب راه عندها قناه راه كتحط فيها مشتهده زينب، كتحطي شويه شويه مشتهده مشتهده ملي كتجيب شي موديل اي انا كنتعطل باش كنصور لكم عندها، فين ما تجيب شي موديل راه كتصوروا باش تكونوا انتوما دائما مع الجديد، ما تسناونيش انا. زينب شوب غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، راه كتلبس الفولار وكتوريكم اي موديل جابته، ما كيكونوش فيديوهات عندها طوال. ايام ما كيكونوش 8 دقائق هكاك 10 15. بالنسبه لهذا باش كتعرفوا الشال زوين مثلا لاصوا فاش كنكون كنصورها كتبقى دير هكا يعني كتبقى تراقص كيجينا الثوب طايح. بلاتي بلاتي دابا ملي نبغي نشري انا شال ولا فولار نشدو ونبقى ندير له لا 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 دابا انا كنهضر على الناس اللي كيشوفوا اللي كيتفرجوا. اما اللي غادي تجي للمحل راه غتجي غتقيس غتقيس على راسها غادي تشوف حتى اللون تختار راسها. انا قلت اللي كتفرج في الفيديوهات مثلا الشال ديال الساتان راه انا حنا غادي ندير الشال ديال الساتان ما تيهبطش بحال هكا، الشال اللي كيكون ثوبو زوين وطايح كيبقى يتراقص بحال شكل بلاصتو لاصو كتبقى تراقص غير بوحدها كتجيش شو كيف كتجي دايره هذا كيكون الثوب زوين خفيف كنشدوه وكيبقى ينزل لينا بهذه الطريقه كتكون الكاليتي ديال الثوب زوينه ما كيكونش فيه البوليستر. شو كيف كتجي هكا وشنو الفرق دابا بين هذاك الاخر الاول؟
هذا سوا 180 هذا 50 درهم هذا مخدوم على هذا اييه يعني كنتم توب باش تعرفوه زوين وانتم كتفرجوا في فيديوهات كيتوب كيبقى نازل هكا طايح بوحدو الله يعطيك الصحه فيه البوليستيرول شكرا على المعلومه وندوزو للوين اخر اللي هما هادو حتى هو كيفاش لبسناه كيفاش كيجي في اييه نفس الموديل زواقات مختلفين دائما هو من البعد كيبان بحال ديال الحرير ولكن هو ماشي حرير نشوفوا اللوينات حتى هو اللي فيه انتوما اللوينات ديالو عندنا هذا اللوين هذا 50 درهم شفتوا هذه زواقه اخرى اييه زواقه اخرى جوج شيلان ولا ثلاثه من هذا راه غتلبسيه مع بزاف ديال الحوايج ما شاء الله تشوفوا لون اخر انتوما هذا تبارك الله الالوان اللي فيه زوينين ما بين الفيغ الروز والموف السيال يعني في واحد ميلونج ديال الالوان ما شاء الله شوفوا المنتخب بقيت حلي غير نص زينب راه غتمحني في الطويان شوفوا هذا اللون هذا حتى هو ما شاء الله هذا يجي مع شي حاجه احمر دائما كتهرسي اللبسه وكتخرج وتلبسيه مع اي لون اللي كنتي لابساه في هذا الموف وفي السيال هذا عاوتاني شويه لوينات فلاشي شويه شوفوا الوان شوف. صيفيه الوان ديال الصيف واخر لون هو هذا ما شاء الله 50 درهم وباقي عندنا الخير بقى عاوتاني الزواقه الثالثه اللي هي هذه كيفاش جات في اللبسه ديالها شوف هي هذه زينب كنحلوا ليهم باش يشوفوا كتجي فيها واحد نتوما شفتوا فاش كتجي هذه تقريبا بحال الاولى الفرق كاين هنايا لتحت في هادو في هادو اييه هادو شوف هذا اللون هذا حافظ هذا في السومو 50 درهم ان شاء الله الزواقه ما لبسناهاش يعني ما درناهاش شوفوا كيفاش كتجي حتى هي رائعه حتى هي هذه لطيفه اختي كانت عندي في الحرير نفس الزواقه وبقات لي في شي شال خصها نوريها لك نفس الزواقه كانت في لاسواق ديال 180 درهم دابا بالنسبه للسيده اللي عشقها انها تلبس الشال زواقه الشال ديال الحرير دابا هذه فرصه تعود 180 غتاخذيه ب 50 درهم وهذا أيه. باش زوين انه ما كيزلقش كيبقى ثابت على الراس هذا لون اخر حتى هو شفتوا هذه عاوتاني زواقات ماشي بحال اللي شفنا هذه زواقه اخرى شوف هذا الخضيضر هذا الزواقه اللي ورينا زواقه ما بحال زواقه هذا شفناه شوفوا هذا حتى هو 50 درهم كلشي يلبس اخر لون فيهم حتى هو 50 درهم دوزو الموديلات عاوتاني الدوزيام ديال الحرير الدوزيام ديال لاسوا كيبانو بحالهم بحال لاسوا الا ما قصتيهمش كيبانو بحال لاسوا لما كنتيش حريفيه تقولي لاسوا لا كيبانو بحالهم الا ما قصتيش بايدك كيبان بحال لاسوا هادو شفتو هما هادو عليهم هادو ساتان وداك ساتان الرقيق هادو حتى هما شيلان نشوفوا اللوينات زينب شوفوا هذا الا ما قصتيش الثوب الا كان بالك غير فوق الراس راه كيبان بحال لاسوا فيهم ديك اللمعه ديال الحرير شوف هادو الثمن ديالهم هادو 80 درهم ثمنهم هادو ب 80 درهم انا دايره ب 80 درهم يلا الله يعطيك الخير الله يحفظك هادو ديال 100 درهم نورمالمون انت درتي لهم 80 درهم الله يعطيك الخير بصحتهم شوفوا اللوينات اللي فيهم تقريبا نفس الزواقات اللي شفنا في ديال 50 درهم هذا في ديك اللمعه ديال لاسوا هذا في الراس كيبان بحال لاسوا تماما الا ما كما قلت لك الا ما قصتيش بايدك كيبان بحال لاسوا ما تفرقيش ما بينه وما بين لاسوا الا ما قصتيش بايدك شوف اللون هذا حتى هو ما شاء الله لان الشعر مهم ولا الفولار كيكون من بين اللبسه هذه الزواقه الاولى هذا في الموف ديالها شتو
هادو 80 درهم بدل 100 درهم. الالوان فلاشي راه كاملين دابا طوندونس نتابعي الموضه. هاد اللوين غزال، شوفوا ما شاء الله هاد اللوين هذا كله الوان طوندونس. شوفوا هذا رقيق، الساتان ديالهم زوين كيما قلت لكم. الا ما تلبش زعما الا ما خصيش الثوب كيبان بحال بحال لاصو، والساتان ديالو رقيق يعني ما غليتش، يعني كان غليظ ما غيتجمعش كيبقى واقف. هذا لون اخر 80 درهم. شوف هذا اللون تا هو هنا لون ما بحال لون يعني كل ما شاء الله لون ما كيشبه لون تيركوا الاخضر. شي طابلو هذا ما شاء الله 80 درهم. بالنسبه للوينات ديروا سكرين اللي بغات شي لون باش تسهلوا عليكم وعلى زينب، وندوزوا مباشره للموديل الثاني حتى هو في نفس الثوب نفس الثمن. كيفاش كيجي في الشومه كيفاش جا في الشده شفتوا؟ حنا تنديروا هاد الشده هادي وكل الشده ديالها هي هادي عاوتاني زواقه اخرى. شوفوا اللوينات اللي فيه زينب كاين هاد اللون هذا، شوفوا معايا هاد اللون. انا قلت لها ما تحليش لان هذا الشيء حساس، تشدوا لا غير شي حاجه غادي تضيع فولار وغطويه. خليه الطويان، الطويان ماشي مشكل، انا خفت هنا غير تشد لك غير بحال هكا شي حاجه مشى لك الشال. لا خليه الطويان. انتم شفتوا شوفوا هذا اللون حتى هو ان شاء الله الا عجبتها شي حاجه في هادو تصيفط عليا صورها لها محلوله ان شاء الله. ديروا غير سكرين اللي عجبها شي لون وعجبها مثلا عجبك هذا الشال ديروا له سكرين وصيفط عليا نعاود نصوروا محلول. اللي بغيت هذا نشوفو محلول نصوروا محلول. هنا واحد الميلون زوين ما بين حليه حلي هذاك اللون حليه يعني واحد الميلون ديال الالوان زوينين. ها هو شوف هنا كاين السيال كاين شوفوا هاد الايام لو موف كاين الغوز يعني لي دوغري ديال الالوان اللي درجات الالوان كاملين كاينين شفتوا. ها هما يعطيك الصحة. شوفوا هاد اللوينات اللي بقاو هاد الموف هذا وفيهم داك اللمعة بحال الضو غي كيبانو كيبانو ديك اللمعة اللي فيهم بحال بحال الحرير ديال 180 تماما كما قلت لكم إلا ما قصوش بيدكم راه ما كيبانش الفرق بمرة. هادو 80 درهم بدل 100 درهم. هذا الموديل هذا هذا شال كبير ديال تركيا، شوفوا الشده اللي درت له انا تبارك الله راه كبير. زينب حلي لنا واحد باش يبان ليهم. شوفوا الخيط والخيط ديالو رقيق وهذا الشال خيط شفتوا والعرض ديالو ما شاء الله شال كبير هذا. انا درت البوردو حلينا لكم الاكحل الاسود. شوف حلي لنا شي لوين شوفوا لنا الشويبي هذا فيه لوينات غزالين. شوفوا اللونات اللي فيه هذا شال تركي تلخيط يعني ان شاء الله حتى ديال الصيف. زينب قالت لنا مبردين في الصيف هادو ان دخل فيهم ديالهم رقيق شفتوا دخل فيهم الخيط الملمس ديالهم باش يبان لكم شفتوا. بحال شي طابي بحال شي طابي شفتوا هذا كبير هذا انتوما درتو زين باش يبان لكم غير الكبر ديالو شفتو كبير وفي الشده ديالو هذيك الشده اللي تيديروا البنات شده التركيه بالفيل وكتبقى ديك هابطه بحال هكا يعني هذا كبير الثوب ديالو. نشوفوا اللوينات زينب وجمعي لنا هذا كامل هكا شفتو شوفوا يعني ما كيتكمش حتى حاجه حيت دخل فيه الخيط قطني في الملمس ديالو قطني انتوما والله الا جاني انا بحال شي طابي بحال دوك الزواق اللي كيديروا في الطابي في شي طابي ديال الكولوار شفتوا ما شاء الله هي زواقات مختلفين. هادو الثمن ديالهم كيبقاو 80 درهم والثمن زوين فيهم بالنسبه للكاليتي ديالهم
كيبقى الثمن زوين بزاف فيهم 80 درهم يعني بالنسبه للكاليتي ديالهم. بالنسبه للكاليتي ديالهم الثمن زوين. هذه ديال صافيا كاين هذا المارو هذا كلهم صيفيين والسواد مبهدلين. شوف الكوراي هذا كوراي بالاخضر كاين هذا اللون هذا هادو 80 درهم. هادو 80 درهم. 80 درهم ما شاء الله. اخر لون فيه هو هاد البيض هذا بهاد الموف شو 80 درهم شال ديال الخيط. هاد الموديل هذا ديال الكريب هذا الجديد بهاد لي زيس خاص هكا. شو الموديل كيفاش كيجي كيفاش لبسناه الشكل ديالو شفتو نحلو ليهم واحد باش يبان ليهم. نحاول نشد لكم هو ملبوس بحال هذا دخل في هاد لي زيست خاص بالبرونز وحتى الثوب في الشده ديالو حريريه رطيطب يعني وافي. شفتوا العبار ديالو كيفاش كي كنقولوا كيترعرع بوحدو. هانتوما الشال ديال ليكرا هاد اللون غزال ديال الكفاح. اييه هذا اللون ديال الحضور و واحد الناري ديال البنين ديال الشفيطين. ولا بغيتي تلبسيه مع الرومي كتقلبي كديري الجهه الاخرى. اييه ثوبو غزال هذا وعندنا فيه لوينه تما في الشده ما نقولش لكم كيفاش جا. شفتوا مرعرع. شوفوا اللون اللي فيه زين. عندنا فيه هاد الماغو هذا سومو سيال هذا كلاه على هذا اصفر لا شنو هذاك ماشي موطاغ هذا كامل كامل كلاف. الاسود ديالو الاسود اللي زدت خاص في الاسود سومو موف فيولي مفتوح الفيرغ او بالازرق. عندنا الفيغ او لي زيست خاص في البلوغوا البلوغوا المرتديله البوردو في اللوينات كاملين بلو مارين والزيتي في تقريبا الالوان كاملين ديالو نوار شفناه. الثمن 80 درهم. ايوا 80 درهم غيبقى 80 درهم. 80 درهم. دابا ان شاء الله غندوزو الفولار. هادو تا هما واعرين البنات هادو حرير خيب حرير خيب بالنسبه للبنات اللي تيعانيو بحالي من الفولار تيزلق ليها ديال الحرير هادو عاوتاني حرير وخيط يعني تيلصقوا. شوفوا منا كيفاش دايرين شفتوا حلينا وحده زين باش يشوفوا حتى العرض ديالهم. شوفوا هذا كبارين وفيهم لوينات غزالين شفتوا هادو خيط وحرير في نفس الوقت. شو ملي كتشوفيهم حريريين ما شاء الله والكبر هي شو نشوفوا اللوينات ديال هذاك الموديل هو هذا اللي ملبوس لا هذا هو اللي ملبوس. شوفوا كيفاش تيجي كله هكا ملون فيه اللوينات كثارين ما شاء الله. شوفوا معايا ها هو شفتوا الملمس ديالو واعر ونشوفوا اللوينات هذا الموف شوفوا زينب الثمن هادو 120 درهم 120 درهم لويناتهم كلهم تيحمقوا من الملمس ديالهم خطير شفتوا وزواقات يعني حصريه اخر ما كاين فيهم اخر كيكونوا موديلات وزواقات هكا الثمن صوب كنلقاهم نجيبهم ليهم قد ولكن زواقات هاتهم. اجي نقول لك دابا ملي كتكون زواقه جديده وزواق زوين كيكونوا زايدين في الثمن. كتكون ثمنها لا وشي حاجه اللي كتبقى قديمه ولا ما كتمشاش كتسولد في الثمن ولكن كتكون زواقه ما زوينش. هاك. يعني زايده 10 ولا 20 وغت انا كنفضل نبقى في الجديد نبقى في شي حاجه اللي زوينه سواء كانت
دابا هادو ثمنهم مثلا حرير 120 درهم، الا لقيت قلف الثمن وشي زلاقه ما عجبتنيش كنفضل ما نجيبهاش، يعني غتلبسيها ما غاديش تبان ما تعجبكش غتبقى لك في المحل. اييه شفتوا هذه هي زواقه اخرى ما شاء الله اللي زوين. فهذا هو الفولار كبير، الفولار كبير ما شاء الله. شوفوا غزال، شوفوا هادو، شوف هاد الزواقه هادي. المهم زينب خاصها يومين ديال الطويان ما شاء الله، زواقه غزاله هادي. هذه هي زواقه، شوفوا معايا هي طابلو، هذا فولار طابلو، يعني اللوينات اللي فيه بحال كتشوفي في شي طابلو ما شاء الله. 120 درهم وحرير. ونعاود نذكر عندنا الشيلان من 20 درهم، عندنا الفولار داك هادو ديال 50 درهم ياك، الفولار من 50 درهم حتى هو. شوفوا هذا ما شاء الله، الجديد ما جا ان شاء الله. انا تنحاول نصوروا لكم، لا انا لا زينب نصوروا لكم الجديد، اما السلعه الاخرى راه كاينه متوفره في المحل، يعني الفولارات ديال 50 درهم، الشال ديال 20 درهم، 50 درهم، 30 درهم. ندوزو دابا الموديل الثاني واخا اللي هو هذا. شفتوا هذا كيفاش درنا ليه هذه الشده؟ كتبغيتني لكم ديك الشده التركيه، خصنا دوك داك الدبوس ما عندناش. شفتوا كيجي هكا كبير في الـ في الـ، حيت انا من عشاق الفولار، انا ما عنديش مع الشال انا من عشاق الفولار. هانتوما الملمس ديالو، اللوينات ديال هذا الموديل شوفوا معايا. واو على لون غزال ما شاء الله، فنين. الا جينا نصورو هكا ما غيبان، شوفوا هكا كيف كيبان وملي غيبان غتحلي كيفاش غيبان. هادو ضروري تسمى فيهم كاملين. هي حلا اختي الله يعاونك مع الطويان. مع الطويان. واو بصح بصح ما ما بانش. عاد تيبان عاد تيبان. واعرين ما شاء الله. هذا شوف هاد الغوز هذا. معايا ما شاء الله لوينات فنين. باقي في هاد الموديل؟ لا. طابلو صافي شتي هكا من الجهه الاخرى زينب. هانتوما شوف اييه شتو ما شاء الله. هذا الخضر بدرجات 120 درهم، فولار ديال الحرير خيط هذا حتى هو شتو ما شاء الله. هذا الاسود بالوان فلاشي طابلو، هذا ماشي فولار. واعر غزال ان شاء الله. دابا غندوزو للحرير. ايه هم موديلات جداد وزواوق جداد ما شاء الله. اول زواقه هي هذه اللي لبست لكم مع الوريضه. البنات راني من الصباح وانا تقولبت في في, في هذه الريوسه كانت فيها نضاضر، كنقول الشده ما كتبغيش تجيني حتى الاخر، عاد عقنا بان النضاضر اللي كانوا كيوقفوا لنا الفولار من هنا والشال. شوفوا هذا في واحد اللمعه بحال اللمعه الذهبيه كنقولوا، شفتوا هذا في واحد اللمعه غزال. شوفوا كيفاش داير حتى هو الحرير خلاص راه شاكر راسو. دابا هنايا غنهضروا داوي على راسو، غنوريو غير اللوينات. هذا جا في الماغو درجات، الدرجات ديالو الباج الماغو درجات. نشوفوا اللون الاخر زينب، هادو غنحلوا لكم ضروري. هذا الفولار ديال 180 درهم، هذا كان 170 درهم، زاد 10 دراهم راه تزاد علينا كاملين. دونك انتو كتبيعوا قبل ب 170، دابا تزاد في 10 دراهم 180، يعني انتوما الزواقه الثانيه هذه ثاني في الموف درجات الكري 180 درهم الشال، فولار ديال الحرير اخر لون. البنات عندها لوينات القدام كاينين، ولكن هذا الجديد اللي غنوريكم باش ما نطول لكمش الفيديو، يعني اخر زواقات داخلين. شوفوا معايا هاد الزواقه كيفاش دايره، حريريه ما شاء الله. زواقه اخرى حمقتني هاد الزواقه، هذه زوينه وفيها لوينات غزالين بحال هاد البرتقالي هذا ولا هاد الاورانج هذا، داخل فيه الموف داخل فيه الاصفر، جا واعر حتى في الشده ديالو ما شاء الله. شوفوا الموف ديالو كيفاش داير، انا حليت لكم غير الموف حيت هاد الزواق الزواوق ديالو باينين،
شوفوا الموف ديالو كيفاش كيجي البنات لهنايا الكاميرا ما عطاش حقه نهائيا. شوف شفتوا هنا الكاميرا ما عطاش الحق ديالو، كيبان هكا لون عادي ولكن راه غزاله البنات. هذا اللون هذا في داك الاخضر محدو محلول زينب في هذا الخضيضر هذا. شوفوا دائما 180 فولار ديال الحرير، عندنا فيه الكري، عندنا فيه هذا الزرق قلبي زينب غير قلبي هادي هانتوما، في هذا الازرق هذا الشيبي. شوفوا هذا اللون كيغزال هذا الغوز بالموف الموفات، عندنا الكري وعندنا هذا اللون 180 درهم. والاخر موديل فولارد الحرير هذا قلت ليها الاناقه، هذا لاكلاس لاكلاس يا لاله على هذا الفولار غزال، راه التصوير ما عاطيش حقه. شوفوا هذا عاطي بحال شكل الدوغي اللمعه ديالو بهاد العلامه هادي فان ديال لاله شفتوا. ها هي دابا كنقولوا الماركات اللي ليها ليها، عندنا فيه حتى هو اللوينات، عندنا مثلا هاد الازرق نحلو اليوم هذاك ديم. شوفوا اللون هذا الازرق فيه شفتوا، داخل فيه الازرق داخل فيه الشويبي داخل فيه الاحمر، نعطينا لون مفتوح زينب. شوفوا هاد الباج هذا شوفوا كيفاش جات هو غزال ما شاء الله. هذا تنقول لكم الفولارد لاكلاس شفتوا، هذا الفولار ديال لاكلاس ما شاء الله 180 درهم. باقي عندنا فيه هذا الغوز هذا، هذا اللون هذا وهذا اللونين هذا، والاسود يا سلام اسود تيحمق. ايوا كاين هذا الكحل هذا حتى هو بهذا الاصفر، شوفوا معايا حتى هو غزالين فولارات ديال 180 درهم. بالنسبه للبنات راه كاين الفولار ديال الكريب، كاينين هادو ديال 20 درهم، كاينين فولارات ب 50 درهم، كاينين لي شال ديال الكريب هادو موديل اخر عاوتاني، كلشي تبارك الله. كاين انا غير باش ما نطولش الفيديو غندير لكم غير جوله، هادو ديال الحرير حتى هما شو هادو موديلات هادو القدامين ماشي القدامين، الموديلات الاولين حتى هما راه متوفرين. الفولار ما شاء الله من 50 درهم، الشال من 20 درهم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. حتى لهنا ونقول لكم عواشركم مبروكين يا كزينب، تهلاي ليا في المتابعات. تكوني هانيه ما تحتاجيش توصيني اللي غاتجي عندك، مرحبا الف مرحبا بيا. يلا البنات لهنا نقول لكم بالسلامه، اللي عجبها شي موديل دير سكرين وتواصل مع زينب، صيفط لك فين ما كنتي وحتى توصلك السلعه ديالك عاد كتخلصي. وما تنساوش تدخلوا القناه ديال زنوبه وديروا لها لايك وتبارطاجيو باش هي القناه ديالها تطلع ان شاء الله. يلا الله يجيب التيسير وبسلامه عليكم، الله يبارك فيكم، بسلامه عليكم الفيديو جاي ان شاء الله، بسلامه.